عندنا الاكسرسايزز اللي اعطيتكم اياهم انا بعد اساس نحلهم بالصفحه لان 1 راح نحل 2 و 3 هلا. اكسرسايز 2 What happens and why in the following situation when write and then write the equation of the reaction. A zinc metal nail is immersed in a solution of MgCl2. هون بدي حط القابل زنك نيل ان ام جي سي ال 2 يعني ام جي سي ال 2 عندنا زنك ايون. هلا اكسرسايز 2 عندي هايدي هيدا Mg 2 plus كل شيء solution يكون ion هيدا zinc هيدا Zn هلا بشوف الريدوكس كابل ده ريدوكس كابلز present R Zn 2 plus Zn و Mg 2 plus Mg. طبعا انا من الكتاب اخر صفحه بطلع الاي لكل وحده. هلا بدكم اياها الاي لكل وحده قد ايه. بكتابكم اخر صفحه الاي اوف Zn 2 plus Zn equal minus 0.76 فولت. الام جي 2 بلس ام جي minus 2.37. اوكي هلا شو بعمل؟ عندي اكس هيدا اكس الاكبر هو هاي minus 0.76 فولت اللي هو Zn 2 plus Zn عندي هاي minus 2.37 فولت اللي هو Mg 2 plus Mg. النقطة الثانية شو بعمل؟ بنقول underline هي first step second step من الكالكوليشن under line the initial chemical species. شو دخلنا؟ اي اللي ام جي 2 بلس هيها شو كمان عندي زي ان لاحظوا هو رياكشن انتي جاما هيدي شو انتي جاما جاي كيف بدها تصير هيك انتي جاما رياكشن انتي جاما نو رياكشن فاذا نو رياكشن هيدي شو انتي جاما فاذا فيرست ستيب شو بعمل؟ طلع الاي او انا بكون معطيك اياه او موجود بالكتاب. سكند ستيب بنحطهم وين؟ هون على الاكس. بنشوف ثيرد ستيب شو عندي اياها؟ سكند ستيب وين موجودين؟ الاندرلاين ذا كيميكال شو عندنا الاندرلاين؟ حط خط تحت كل وحده شو هي؟ عندنا زي ان وام جي هيدي انتي جاما، الجاما بيكون على طول من ليفت سايد تو رايت صحيح. ثاني شيء شو قايل لي ثاني شيء؟ A zinc nail in FeSO4 second step هو second part B zinc nail
يعني النيل هو ميتال NFeSO4 يعني شو Fe2 بلس. هلا هيها هاي Fe2 بلس هاي زنك هاي زنك. فإذا شو بنعمل هلا؟ طلع من الكتاب او انا بعطيك اياها اي زي ان 2 بلس زي ان طلعناها ماينس 0.76 فولت. الاي اف اي 2 بلس اف اي شو عندي انا هون؟ اف اي 2 بلس اف اي بطلعها من الكتاب او انا بعطيكم اياها اف اي 2 بلس اف اي ايكوال ماينس 0.44 ماينس 0.44 فولت. شو بعمل هلا؟ على اكس هيدا اكس هيدا في هيدا اي شو عندي؟ ماينس 0.44 فولت وماينس 0.76 فولت. شو عندي هون؟ اف اي 2 بلس اف اي وعندي شو؟ زي ان 2 بلس زي ان. هيدي اول ستيب. هيدي شو؟ فيرست ستيب. ها هي فيرست ستيب. سكند ستيب under line the initial chemical species. شو عندي initial؟ عندي ZN وعندي Fe2 plus. هون في reaction ليه؟ according to gamma ليه؟ A reaction will take place هي لاحظوا كيف هي بين هون according to gamma. فإذا شو عندي صار؟ بقول شو صار؟ according to gamma rule A spontaneous reaction takes place between the stronger oxidizing agent of the redox couple of greater A يعني شو هو Fe2 plus with the بنكفي هون stronger reducing agent of the redox couple of smaller A شو هو ZN. شو صارت الرياكشن عندي اياها؟ الرياكشن صارت هيها. صباح الخير استاذ. اهلا حبيبي. شو صار عندنا الرياكشن؟ الرياكشن هي ZN gives ZN 2 plus plus 2 electrons و Fe 2 plus plus 2 electrons gives Fe. ثاني هون شو صارت؟ Zn plus Fe 2 plus gives Zn 2 plus plus Fe. ها هي second step. اوكي ها هي نجي ل البارت سي.
A silver ring is emerging at VSO4. Come on. Silver ring. Part C. Silver ring. Low AG. N FE2 plus. Come on. شو بعمل؟ نجي للفيرست ستيب. فإذا عندي فيرست ستيب بتجيب الكابلز، جيب الإي للكابلز اللي عندي إياها. هي الإي لا لمين؟ اي جي بلس اي جي اي جي. ليه؟ لانه هي عندي هون شو؟ هيدا هون اف اي 2 بلس، هيدي رينج شو هو؟ اي جي يعني سوليد ايكوال. هلا بطلعه من الكتاب الاي اوف اف اي 2 بلس اف اي، بنطلعها من الكتاب لاعطيكم اياها. الاي اي جي بلس اي جي ايكوال 0.8. اهلا صباح النور. 0.8 فولت اف اي 2 بلس اف اي ماينس 0.44 ماينس 0.44 فولت. اوكي شو بعمل هلا؟ مثل ما عملنا هونيك على اكس، هيدا اكس عندنا 0.8 هيدي اي طبعا اللي هو اي جي بلس اي جي، وعندي شو هون؟ ماينس 0.44 فولت. قد عندي هون؟ اف اي 2 بلس اف اي. تاني نقطة شو بنعمل؟ نعمل underline under second step. second step under line the initial أو introduced chemical species. شو هني هو؟ أنا عندي AG، شو عندي AG؟ عندي AG مع مين؟ مع FE2 plus. AG مع مين؟ AG مع FE2 plus. هو شو اني هو جايين؟ according to anti gamma. لاحظوا لكون في reaction gamma هيك، هو شو اني؟ anti gamma. فإذا no reaction، no reaction لا، فإذا anti gamma. فينا نقول ليش كمان؟ since AG plus is stronger oxidizing agent and Fe is the stronger reducing agent. هي ليه؟ نحن بنعرف واخذناها لما الاي انكريزز، اي انكريزز شو؟ اي انكريزز اوكسيدايزنج باور شو؟ انكريزز. كمان اي ديكريزز ريديوسنج power increases. هيدا هو السؤال الأول اللي عملنا. أوكي. هلا عندي
عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني ران حلمي. السؤال الثالث اكسرسايز 3. بالاكسرسايز 3 شو بيقول؟ 4 the following redox reactions Al plus 2H plus gives I. كمان هاي specify the oxidizing agent and the reducing agent بكل واحد. نجي هون هلا. exercise 3. our reaction عندي اياها هي Al plus 2H plus Al plus 2H plus gives Al 3 plus plus H2. أكيد هيدي non balanced equation. هيدي non balanced. هم بيقول لي أول part أول part identify the oxidizing and the reducing part A الوان بدي زيد للكل. هلأ لنعرف oxidizing و reducing بدي أسمون. Al gives what? Al 3 plus 2H plus plus بيعطينا H2. هاي oxidation ل 3 electrons. هيدي half equation of oxidation. Since oxidation number of Al increases from 0 to plus 3, شو صار؟ Al is the reducing agent. اوكي نيجي ل H2. H2 كانت بلس 1 صارت 0. انا بعرف اخذناها بالصف هون 0 هون بلس هون ماينس. قلنا لما الاوكسيديشن نمبر اوكسيديشن نمبر انكريزز صارت اوكسيديشن. اوكسيديشن نمبر ديكريزز ريدكشن. لما الاوكسيديشن بيكون هو ريديوسينج ايجنت. هلا هاي اوكسيديشن نمبر ديكريزز بلس 2 الكترونز. ليش 2 الكترونز؟ لانه عندي 2H بلس. هيدي اسمها هاف ايكويشن اوف ريدكشن. H بلس از ريديوست. ليش؟ سينس اتس oxidation number is decreased from 0 to plus 1. شو صار عنا؟ H plus is the oxidizing agent. Okay. Part 2. هلا بدي جاوب كل البارت ليكو 1 و 2 البارت 1 2 3 4. اوكي لمين؟ على الكل. لاول واحد وثاني واحد. نيجي هلا لمين؟ هلا لا للام جي للسي يو 2 بلس بلس ام جي. سي يو 2 بلس بلس ام جي جيفز سي يو بلس ام جي ذا سيم. سي يو 2 بلس بيكمز وات؟ سي يو هاي زيرو. هاي دي ريدكشن بلس 2 الكترونز ل هاف ايكويشن اوف ريدكشن. سينس اتس اوكسيديشن نمبر ديكريزز فروم بلس 2 تو 0. فاذا سي يو 2 بلس از ذا اوكسيدايزنج ايجنت. نجي ام جي
صار كانت زيرو شو صارت؟ ام جي 2 بلس. هاي طبعا اوكسيديشن. ليه؟ هاف ايكويشن اوف اوكسيديشن سينس اتس اوكسيديشن نمبر ديكريزز او انكريزز. لا انكريزز فروم 0 تو بلس 2. فاذا ام جي از ذا ريديوسينج ايجنت. هاي اول بارت. نجي للبارت 2. Give the redox couple of each reaction. Redox couple. بالأول واحد شو عندي أنا بالبارت 2؟ بارت 2 redox couples بال AL plus 2H plus gives AL 3 plus plus H2 redox couples هني H plus slash H2 و AL 3 plus AL. بالإكويشن الثاني عندي Cu 2 plus plus Mg gives Mg 2 plus plus Cu. شو redox couples؟ Cu 2 plus Cu slash Cu Mg 2 plus Mg. عطول قلنا شو؟ قلنا منحط الايون سلاش الميتال. Part 3 هلأ represent the involved redox couples in the two equations in an ascending order of potential E. هلأ طبعا شو بعمل أنا؟ شو بعمل؟ بجيب من هوني من ال من الكتاب من الكتاب هيها قبل شو عندي هون Cu 2 plus Cu H plus H2 طبعا أنا بكم طلعهم من هونيك من الكتاب لعطيكم إياه هون الـ E طبعا E H plus H2 هاي بكون حافظينها 0 فولت الـ E AL 3 plus AL هلا منطلعها الـ E CU 2 plus CU هلا منطلعها والـ E لمين؟ للـ MG 2 plus MG هلا منشوفها بالكتاب. نجي هلا على الكتاب طبعا او انا بكون معطيكم اياهم AL 3 plus AL 3 plus AL minus 1.66 minus 1.66 volt 0.34 volt mg عنديها minus 2.37 minus 2.37 volt. شو بعمل هلا يا جماعه؟ حط هون شو عندي هون هلا؟ عندي mg عندي al 3 plus AL وعندي MG 2 plus MG. طبعا حط على جنب هبقى اللي represent شو بعمل هون الـ E increases oxidizing power increases كمان الـ E decreases reducing
power increases. آخر part بيقول لي indicate by justifying your answer the advanced reaction. لاحظ أنا advanced reaction طبعا هذا المكتبة will take place between the stronger oxidizing agent هيها with the stronger reducing agent هيها. اوكي قلناها بالصف the advanced reaction will take place between the stronger oxidizing agent of the redox couple of a greater E with the redox couple of the smaller E هي according to gamma rule. اوكي هي هلا شو بيقول ده advanced reaction will take place between the stronger oxidizing agent of the redox couple of greater E that is Cu2 plus with the stronger reducing agent of the redox couple of smaller E that is أي واحد شو هو that is Mg هيدا هو two exercises. اوكي يعطيكم العافية.